هذه الانحناءات اللونية على بياض الورقة لا تأتي عبثا، فالريشة تتمايل بين أصابع هذا الخطاط ليرسم بهدوء انحناءات الخط العربي. وبالنسبة لهم فإن لكل حرف شكلا خاصا به، تطور رسمه مع تطور فن الخط منذ القدم حتى الآن. يعد الخط العربي فنا قديما نشأ مع الدولة الإسلامية الأولى وارتبط باللغة، وترافق تطوره مع فنون الزخرفة وجمالياتها في القصور والمساجد والأواني والكتب والنقود المعدنية واللوحات أيضا. ومع تطور الحضارة واتساع رقعة الجغرافيا ازدهر فن الخط وصارت له مدارس وأنواع وأقلام مختلفة، وأيضا خطاطون كبار خلدهم الزمن. ولعل أبرز الشواهد المتبقية من تلك العصور على جمال الخط العربي هي تلك التي وصلت إلينا من خلال النقوش الحروفية على جدران المساجد أو الأواني الأثرية أو الكتب التراثية العتيقة. يعتمد فن الخط أساساً على تصوير الحروف ورسمها بإتقان، ويوصف عند القدماء بأنه هندسة روحانية، وذلك لطواعية الحروف ومرونتها. أما حديثاً فهو نوع من الفنون البصرية التي تعنى بالتشكيل الجمالي للكلمات وتتجاوز الاهتمام بمقروئيتها. الخط العربي فن عريق وتراث زاخر، لكن هل يشهد حالياً تراجعاً؟ وهل ثمة تخوف من اندثاره؟ أم إنه باق ما بقيت حروف العربية وما بقي أهلها؟